مقارنة بالانتخابات السابقة؟ كل المؤشرات تشير إلى أن هناك اهتمام بالجانب الأمني لأمن الانتخابات والحفاظ على مراكز ومحطات الاقتراع. القوضية وفرت المستلزمات الكافية لانتخابات نزيهة، خصوصاً البطاقة البيومترية والآلات المستخدمة. أعتقد أن هناك تطور كبير في العمل الانتخابي في العراق تفوق ما حصل في الدورة الماضية. هل ستشهد هذه الانتخابات تكتلات سياسية بالإجماع من أجل التحالف وتشكيل حكومة؟ هذا أمر طبيعي، يعني أعتقد لن تحقق كتلة معينة الانتصار الساحق، وإنما سيكون ذلك تقارب في عدد الأصوات، مما يستدعي أن الكتل تتحالف فيما بينها لتحقيق استحقاقات الانتخابية. كيف ترون المنظمات الدولية وهي تشرف وتراقب على سير العملية الانتخابية؟ يعني احنا في العراق ثقة منا بانفسنا في ان الشعب العراقي سيلتزم بهذا الاستحقاق الوطني، ما يهمنا ان تحضر هذه المنظمات الدولية او المسؤولين الدوليين، اهلا وسهلا بهم ومرحبا. شكرا استاذ. نعم شكرا حبيبي، عزك الله.